لكن خليني ارجع لقضيه السيد احمد الصدر، البعض اعتبرها قضيه توريث لال الصدر، وبصراحه بدات انتقادات على هذا القضيه، قضيه التوريث. صحيح. لا، مسألة التوريث أولا جبتك بها النقطة الأولى، أنه هو مجرد مشروع ما بعد الموصل استلمه، ويجوز خلال شهرين ثلاثة إذا نجحنا فيه ينتهي، والرجال يرجع إلى دراسته وإلى عمله وحياته. الشيء الثاني، إحنا ليس عندنا توريث، إحنا مشكلة ناس تحبنا تتبعنا، لا هو توريث، لا هو تاج وألبسه، ولا هو منصب ينتخبني عليه مثلا أصوات أحصلها، ناس محبين يتبعون مرجعا او قائدا او اي شخص اخر يتبعه. فمن هذه الناحيه ما بيها توريث، وانما اذا الناس احبته تتبعه، ما احبته ما تتبعه، كما انا صارت بعد السيد الوالد الله يقدس نفسه. هو هذا سؤالي. انت لو ما كنت ابن السيد محمد صادق الصدر، ولو لم يكن السيد احمد الصدر ابن اخ السيد مقتدى الصدر، بالتالي القضيه هي مع جل احترامي للشخوص، لكن هي قضيه توارث الاسم عند الناس هي تشكل شيء كبير بالنسبه صحيح لهم. التاريخ والانتماء مهم عند الشعب العراقي. ان يجيك من مكان مجهول ويتصدى لشيء، هذا صعب جدا، ان يكون صدق قائد وتمشي اموره ويصير الى محبين. فاللي عنده تاريخ ونسب يكون اسهل طريقه للوصول الى القياده والى الى حل المشاكل وكذا. تدري تحتاج السياسه الى نفوذ والى قوه، مو سهله تجي. هو هذا الموضوع، النفوذ والقوه، ايضا بموضوع المرجعيه تحتاج الى نفوذ وقوه. المرجعيه تحتاج الى نفوذ وقوه صحيح، لكنه اذا كان الطرف الاخر هم الى نفوذ وقوه سوف يتكبر حتى على المرجعيه.